السيطرة القسرية أين يكون هذا الحد المسموح به؟ لا يعد كل عنف منزلي جسدياً أو لفظياً، فقد يكون من الصعب وقف السيطرة القسرية، وما قد يبدو رومانسياً ومحباً من الممكن أن يتجاوز الحدود ويصبح مدمراً وضاراً. ولكن ما هي السيطرة القسرية وأين يكون هذا الحد؟ قصف الحب. يمكن لعلاقة جديدة أن تشعر بالمرح والإثارة، شخص ما يغمرك بالحنان، كما أن الشعور بالإعجاب وحتى الهدايا أمر رائع، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون شديدة للغاية، فباقة من الزهور تكون جميلة، لكن 10 باقات، هاتف وعطلة، يمكن أن يكون الأمر محيراً إذا كنت تشعر أنك لا تستطيع قول لا أو مدينون بشيء في المقابل. المكالمة أو رسالة نصية شيء جميل، لكن الرسائل المستمرة يمكن أن تكون تطفولية. إذا شعرت أنك تحت ضغط فقم بالرد بسرعة، أو لم يكن لديك الوقت والمكان للرد، لقد تم تجاوز الحد المسموح به. المجاملات لطيفة، لكن المجاملات مثل أنت الشخص الوحيد الذي يحصل علي، أنا فقط أريد أن أكون معك دائما، قد تشعر بالدفء إذا جعلك تشعر بعدم الارتياح. يجب أن تستغرق العلاقة وقتا لتزيد بينهما. يجب أن تستغرق العلاقة وقتا لتزيد بينهما. إذا كنت تشعر بأنك مستعجل وأن الأمور تحدث بسرعة كبيرة، فربما تكون قد تجاوزت الحد المناسب لحد قصف الحب. العزلة. يمكن أن يكون الشريك الجديد إضافة رائعة لشبكة الدعم الخاصة بك وكذلك الأصدقاء والعائلة، ووجود مساحة خارج العلاقة للعائلة والأصدقاء سيجعل الأمور أفضل، لكن الشريك المسيطر سيحاول تقييد أو قطع دعم الأصدقاء والعائلة. إخبارك بأن الأشخاص الآخرين في حياتك لا يحترمونك أو لا يحبونك، يمكنهم أيضاً التحكم في وصولك إلى المال أو العمل أو التعليم. إذا كان ذلك يحدث معك فقد تم تجاوز الحد المسموح به. المراقبة. إنه لأمر لطيف أن يهتم شريكك بحياتك، ولكن إذا أصبح هذا الاهتمام تواجده المستمر في كل ما تفعله وفي كل مكان تذهب إليه فقد تجاوز الحد المسموح به. الاستماع إلى مكالماتك والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والصور وسائل الإعلام الرقمي الخاصة بك، ربما حتى تتبع هاتفك، كلها علامات على السيطرة القسرية. إن التمتع بالخصوصية والحدود الخاصة بك ليس مثل الاحتفاظ بالأسرار في العلاقة. التلاعب بالعقول. العلاقة الجيدة تبنى على الثقة. كلنا نخطئ أحياناً، ولا بأس من الاعتراف بذلك عندما تكون مخطئاً، ولكن إذا كنت تخطئ دائماً وتشك في نفسك باستمرار وتستمر في سماع أشياء مثل أنا لم أقل ذلك أبداً، أنت مصاب بجنون العظمة، أنت مجنون، أنت تستمر في اختلاق الأشياء، إذا وصلت تشكيك في الأدلة التي تراها وتسمعها بنفسك، فربما أنت تعاني من مسألة التلاعب بالعقول وقد تم تجاوز الحد المسموح به. السيطرة القسرية هي سلوك مستمر ومتعمد بهدف السيطرة على شخص آخر، إنه خطأ ومخالفة للقانون. إذا كنت تعتقد أن أي من هذه الأشياء يبدو مألوفاً وتشعر أن علاقتك ربما تكون قد تجاوزت الحد المسموح، فعندها من فضلك تحدث مع شخص يمكنه المساعدة. خط المساعدة الخاص بالاعتداء الجنسي والمنزلي مفتوح للنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً والذين يعانون من العنف المنزلي أو العنف، وهذا يشمل السيطرة القسرية. الخدمة الهاتفية المجانية متوفرة على مدار 24 ساعة 365 يوماً في السنة. الهاتف 0808-802-1414، أو اتصل بخط الأطفال المجاني والسري على الرقم 0800-1111.